طيب وأفواهكم بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. الثانية على حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من اختار أقواماً للطاعات وفتح لهم أبوابها ووفقهم للخيرات وسهل لهم أسبابها وقبل عمل المخلصين ولو كان قليلاً. وسبحان من أيقظ بالقرآن همم العارفين وجعل المواعظ سياطاً لقلوب المتقين فقاموا للاستعداد ليوم الدين وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحب طه وحب الآل لي ولعوا وكل حب سوى هذين مبتدع. صلى الإله على طه وعترته والمؤمنون بأعلى صوتهم رفعوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضيوفنا مشاهدينا الكرام، أيها القرآنيون، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسرور بالغ وشرف رفيع يقيم المركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع رابطة آيات القرآنية والتي يصادف اليوم حفل افتتاحها إن شاء الله التابعة لمدرسة النهروان ضمن فروع مؤسسة الثقل الأكبر القرآنية محفل النور المبين القرآني، وذلك في مدينة النهروان قرية الإمام زين العابدين عليه السلام في هيئة أصحاب الكساء. ويأتي هذا المحفل ضمن سلسلة المحافل القرآنية التي يقيمها المركز الوطني بالتعاون مع الدور القرآنية والمؤسسات والروابط والمساجد والحسينيات والهيئات الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظة بغداد. إلى الذين انتقلوا إلى جنان الخلد مدرجين بدمائهم الزكية، رافقوا النبيين والصديقين لشهدائنا الأبرار من قواتنا الأمنية وحشدنا، وإلى روح خدمة القرآن الكريم وإلى روح علمائنا الأعلام نقف إجلالاً لهم لقراءة سورة المباركة الفاتحة. تفضلوا، أسأل الله لكم التوفيق والعافية وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. على بركة الله نبدأ بأولى تلاوات محفلنا القرآني مع آيات طيبات مباركات نستمع إليها بصوت قارئنا الأستاذ علي فلاح السوداني، يتفضل محفوفا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الله
وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناس. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر وأرسلنا الرياح لواقح وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل
السماء وما بناها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألقمها فجورها وتقواها قد أفلح من صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله. بصوت أعلى الثانية على رسول ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لقارئنا العزيز والأستاذ والأخ الطيب علي فلاح السوداني على هذه التلاوة الطيبة، نحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. أسأل الله لكم التوفيق والعافية وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. نبقى وإياكم مع كلمة ترحيبية للأستاذ حيدر الدفاعي معاون مدير مدرسة النهروان القرآنية، يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الذي بعث لإتمام النعم ونشر العلم.
رسول البشير النبي النذير أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر فجعلها أفضل الليالي، وأنزله في شهر رمضان وأصبح أفضل الشهور عند الله، وأنزله على أمة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها أفضل الأمم، وأنزله على الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجعله أفضل الأنبياء والرسل. ابتداء أحبتي أرحب بجميع من لبى وحضر هذا الحفل القرآني المبارك، ولا سيما القراء الكرام الذين حلوا ضيوفا أعزاء علينا، والذين وفدوا من عبق الشهادة وعطر الوفاء من كربلاء المقدسة، نقول لهم حللتم أهلا ووطئتم سهلا في مدينتكم مدينة النهروان، إذ يقام هذا الحفل القرآني المبارك محفل النور المبين الذي يقيمه المركز الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع رابطة آيات القرآنية التابعة لمدرسة النهروان القرآنية ضمن فروع مؤسسة الثقل الأكبر القرآنية، إذ نشهد هذا اليوم أحبتي حفل افتتاح هذه الرابطة المباركة في هذه الهيئة المباركة هيئة أصحاب الكساء، فنتمنى من الباري عز وجل أن يديم عليهم هذه النعم ولا سيما نعمة القرآن الكريم. نسأل الله لهم دوام التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفور الشكر والامتنان للأستاذ حيدر الدفاعي على هذه الكلمة الطيبة، وأسأل الله لكم التوفيق والعافية. نعم، عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. اللهم إنا نسألك التوفيق للسير على نهج القرآن في الدنيا، وأن لا تحرمنا من شفاعته في الآخرة. وللطريقة العراقية حضور مميز هذه المرة مع مشاركة طيبة في تلاوة عطرة للأستاذ القارئ أنور صباح، يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إن إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق الله العلي العظيم. وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار بصوت أعلى على رسول الله وآله الأطهار. تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. نحيي قارئنا العزيز أنور صباح بهذه الحرقة العراقية بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكم أستاذ أنور على هذه التلاوة الطيبة، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال إن شاء الله. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التبست عليكم الفتن
كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اللهم اجعل القرآن شفيعا مشفعا لنا في يوم القيامة. ونبقى وإياكم مع مسك الختام وتلاوة طيبة مباركة لقارئ العتبة العباسية المقدسة الأستاذ ليث رحيم العبيدي، يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل جاء الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لقارئ العتبة العباسية المقدسة الأستاذ ليث رحيم العبيدي على هذه التلاوة الطيبة. شكرا جزيلا لقراءنا الكرام، لضيوفنا الأعزاء. شكرا جزيلا لكم أساتذتي لكرم وطيب هذا الحضور المبارك، لمشاهدين الكرام لكرم وطيب متابعتكم. ختاما نختم إن شاء الله بدعاء الفرج. الشكر الموصول كذلك للمركز الوطني لعلوم القرآن، لإدارة ورابطة مدرسة النهروان القرآنية. شكرا إلى قناة القرآن الكريم ضمن مجموعة قنوات كربلاء الفضائية لكرم هذا البث المباشر. ختاما بدعاء الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان بصوت واحد إن شاء الله وقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أنت وصاحب العصر والزمان. صيح في هذه وفي كل ساعة ولياً ولياً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.